مقارنة الأطوال الآن، مقارنة الأطوال أو مقارنة المسافات. مقارنة الأطوال عبد العليم ننتبه، ملاك ستنطلق من النقطة ر إلى النقطة ح، ومريم ستنطلق من النقطة ميم إلى النقطة لام. من منكما تقطع أكبر مسافة؟ نبدأ. كم خطوة ستقطعين ملاك؟ عدي ملاك، عدي. لا واحد هذاك صفر، الانطلاق الانطلاق هو صفر. واحد جيد. كم قطعت؟ سبعة فقط ووصلت إلى الثامنة. إذا قطعت سبعة خطوات ووصلت في الثامنة وصلت إلى النقطة ح. هنا الوصول. الآن مع مريم تنطلق من ميم. واحدة. جيد. من قطعت؟ من منهما قطعت أكبر مسافة؟ ملاك. ملاك هي جملة جملة. ملاك هي وصلت مسافة أكبر. جيد أحسنت. اثنين. الآن لدينا ثلاث محطات. المحطة الأولى عبد العليم يقف في المحطة ميم. عبد العليم ستصل إلى المحطة ح مرورا بالمحطة لام. إذا كم تقطع؟ دقيقة واحدة باش تكون على استقامة واحدة. نديروا اللام في هذا المربع. إذا ستصل إلى نقطة ح بسرعة. نبدأ. ح تصل إلى ح. عبد العليم ستصل إلى ح. واصل. لم تصل إلى الح بعد. إذا العاشرة أنت في المحطة ح. نعيد المربعات. إذا انطلقت من ميم اللي هي نقطة الصفر. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة في لام، سبعة ثمانية تسعة عشرة وإحدى عشر في المحطة الأخيرة التي وصلت إليها. الآن مايا ستنطلقين من النقطة أو محطة ح الحاء وتصلين إلى النقطة ميم. كم خطوة ستقطعين أو ستخطين؟ على استقامة واحدة قلنا المرصوفة. انطلق. هل ننطلق بهذه الطريقة بالطريقة المائلة؟ لا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. لا 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 ثمانية. والمحطارة. المحطارة ستمرين. تسعة. 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 جيد. عشرة. لا 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 مايا لا. مايا قطعتي خطوتين بلاطتين في نفس الوقت. لا بلاطة بلاطة. أعيدي المسافة، أعيدي المسافة، أعيدي الخطوات. إذا ننطلق من النقطة المحطة ح صفر. هيا ستة. سبعة ثمانية. واصلي واصلي. تسعة. تسعة حرف الراء هو تسعة. جيد. عشرة. ستة عشر. وحرف الميم هو المحطة سبعة عشر. كم قطعت عبد العليم؟ كم قطعت؟ إحدى عشر. ومايا كم قطعت؟ مايا كم قطعتي؟ سبعة عشر. من قطع أكبر مسافة منير؟ محمد. سبعة عشر. من قطع مسافة سبعة عشر خطوة؟ إدريس. مايا. مايا قطعت أكثر أكبر مسافة. أكبر مسافة. جيد إدريس جيد. الآن سنعقدها قليلا. محمد ستنطلق من المحطة ح إلى المحطة لام إلى المحطة ر. مفهوم؟ إذا ننطلق محمد. واحد. جيد أحسنت. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أحسنت.
15. احسنت محمد، اعرف كيفاش يمشي على المرصوفه متى ينتقل او يغير الاتجاه، وهذا هو الهدف، اننا نعرف كيف نغير الاتجاه. جيد ايناس، تنطلقين من المحطه ميم الى المحطه ح، كم خطوه خطوت؟ 15 خطوه. ايناس ننطلق. جيد، المحطة الأخيرة هي المحطة 13. إذا محمد كم خطأ؟ محمد كم خطأ؟ 15 خطوة. وإيناس 13 خطوة. جيد، من خطأ أو من خطأ أكبر مسافة؟ من خطأ بالعلم أكبر مسافة؟ ما اسمه؟ محمد. محمد. الجملة جملة. محمد محمد قطع أكبر مسافة. مسافة. ومن قطع أصغر مسافة؟ من قطع أصغر مسافة؟ محمد. من قطع أصغر مسافة؟ من قطع أصغر مسافة؟ محمد أصغر مسافة. من؟ إيناس. إيناس قول محمد. إيناس قطعت مسافة أصغر. أصغر الأصغر. إذن جيد، حسنتم. تصفيق على روحكم.